صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء صبحكم الله بالخير وحياكم الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتنا المميزة إذاعة نور دبي. مثل ما عودناكم فقراتنا بتتطرق إلى المواضيع الطبية والصحية اللي تهمكم وتفيدكم، ويصيرنا تكونون ويانا من هذا الوقت اللي هي من الساعة 10 لين الساعة 11 الصبح. طبعا خلال فقراتنا مثل ما عودناكم طبعا فقراتنا صحية وطبية، وطبعا فقرة التغذية وفقرة السوشيال ميديا اللي نتطرق فيها لهذه الأمور اللي تهمكم وتفيدكم كذلك. في بداية الحلقة أرحب فريق العمل وياي اليوم في الإعداد حسني البلاونة، في التنسيق ميرا القفلي، وفي الإخراج سعيد المر. صبحكم الله بالخير جميعا، ومحدثتكم الدكتورة عاشة البسطي. طبعا مثل ما عودناكم في بداية حلقاتنا نتطرق الخبر يكون خبر محلي أو حتى عالمي، وفي بداية الحلقة لليوم هناك خبر مهم وهو يوضح لنا أسباب وأعراض قصر النظر لدى الأطفال. طبعا هذا الموضوع جدا مهم خاصة فئة الأطفال، خاصة في الفئة اللي بادية تدرس وتتعلم. مرات الطفل ما يقدر أو ما يقول بالأساس أني أنا ما أقدر أشوف أو عندي زغللة في العين، أو بس يترتب مرات نلاحظ هذا الشيء بطريقة غير مباشرة. الطفل مستوى دراسي يبتدي يقل، وفي أطفال كذلك يقولوا لك أني أنا ما أقدر أشوف مسافات بعيدة كذلك. حيث قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين أن أسباب قصر النظر لدى الأطفال تتمثل في قلة التعرض لضوء النهار بسبب قلة الحركة، الاقتراب من شاشة التلفزيون أو الكمبيوتر. وأضافت الرابطة أن أعراضه تتمثل في تضييق حدقة العين أو إقماضها بشكل نصفي عند النظر إلى الأشياء البعيدة. وهذا الشيء يمكن يلاحظه أولياء الأمور أو الأهل، يعني بالذات أن الطفل يقمض عينه للنص يوم يركز في شيء أو يحاول يشوف شيء. ولتجنب إصابة الطفل بقصر النظر على أولياء الأمور تحديد مدة استخدام الطفل للأجهزة الإلكترونية، الحرص على تعريض الطفل كثيرا للضوء الطبيعي والإكثار من الأنشطة الحركية باللعب في الهواء الطلق والانطلاق في نزهات إلى المسطحات الخضراء. وحتى يتطور نظر الطفل بشكل طبيعي يجب فحص عيون الطفل منذ الثالثة من العمر لاكتشاف إصابته المحتملة مبكرا وعلاجه في الوقت المناسب، سواء بالنظارات الطبية أو العدسات اللاصقة. طبعا هذا خبرنا لي اليوم، وهو يتعلق بخبر بأسباب وأعراض قصر النظر لدى الأطفال. طبعا بعد الخبر عندنا فقرة السوشيال ميديا واللي تعودنا بشكل يومي ناخذ الأخبار منها، وزميلتنا أسماء الجناحي. صبحت الله بالخير أسماء. صبحتم الله بالنور سرور دكتور، عليك وعلى كل المستمعين إذاعة نور دبي. حياك الله ويانا. الله يحييك. ناخذ جولة في الأشياء اللي صارت في قنوات التواصل الاجتماعي، ومن أهم الأشياء خبر مهم أطلقت هيئة الصحة بدبي تقويم دبي للتعليم الطبي الذي يتضمن أهم المؤتمرات والأنشطة والمحاضرات التي سيتم تنظيمها في إمارة دبي خلال الفترة المقبلة لجميع التخصصات الطبية والطبية المساندة في القطاعين العام والخاص. دائما كانت تصلنا استفسارات دكتورة أن هل هالورشة ممكن أحضرها؟ هل الورشة هاي معتمدة؟ هل ممكن متى بيكون تاريخ هذه الورشة؟ متى موعد هذا المؤتمر؟ فهذا التقويم دبي للتعليم الطبي موجود في كل المعلومات عن المحاضرات والورش المعتمدة واللي بتكون للمعتمدة القطاع الطبي طبعا في إمارة دبي. ممتاز. ممكن يدخلونه من خلال موقع منار.dha.gov.ae، وهي المنصة الخاصة بالتعليم الطبي والأبحاث في هيئة الصحة، وهناك بيحصلون صفحة التقويم الصحي، وأيضا ممكن يستفيدون يعني من الورش الموجودة اللي يقدرون يسجلون فيها. هناك وايد ورش موجودة عن بعد ممكن أيضا اللي يشتغلون في القطاع الطبي، وصراحة يعني نحن حتى الأشخاص اللي في بعض الأشخاص يحضرون هالورش أيضا عندهم اهتمام في المجال الطبي. صحيح،
تعرفين أسماء يعني يساعد كثير الواحد يخطط يعني قبل الورشة بشهر أو حتى بشهرين أو حتى بستة شهور، أنا عندي هاي الورشة بأخذها، بحضر نفسي لهاي الورشة من ناحية الإجازات، من ناحية الأشياء معترف فيها ولا لا هذه الورشة، فهابي يعني يفيد ويختصر علي أشياء كثيرة أنا كطبيبة أو كعام كشخص يشتغل في القطاع الصحي كذلك. صحيح. أيضا نحب نذكر المستمعين أن المدخل الرئيسي لمستشفى دبي مغلق لأعمال التطوير، وهو كان من يوم الأحد هذا الأسبوع اللي هو 12 سبتمبر، ويمكن للمتعاملين الكرام أن يستخدمون البوابات أو المداخل سوري البديلة. أيضا من ضمن الأشياء اللي نحب نأكد عليها أن جميع مواعيد التطعيم الخاصة بكوفيد 19 هي من خلال المواعيد المسبقة، ويمكن حجز الموعد من خلال تطبيق هيئة الصحة بدبي أو من خلال خدمة الواتساب اللي هي 8342. أيضا من ضمن الأشياء اللي نحب نذكر فيها مؤتمر دبي الدولي للتغذية راح يكون من تاريخ 4-6 نوفمبر 2021، وباب التسجيل مفتوح الآن. الموقع الإلكتروني هو dinc.ae. تقريبا هاي أبرز الأشياء اللي كانت في قنوات التواصل الاجتماعي، ونتمنى من الجميع الصحة والسعادة والالتزام بالإجراءات الوقائية، ودمتم بصحة وسعادة. ودمتي بصحة وسعادة أسماء الجناحي، شكرا لك. مستمعينا هذه فقرتنا كانت للسوشيال ميديا، وتطرقنا بخصوص تقويم دبي للتعليم الطبي. نفس ما ذكرت زميلتنا أسماء، خلال هذا التقويم بتكون في معروضة الورشات اللي بتقام في إمارة دبي، كذلك بخصوص المؤتمرات. طبعا هذا الشيء جدا مهم خاصة لأي شخص يشتغل في القطاع الطبي، أنك تعرف قبل بفترة متى هذه المؤتمرات بتكون موجودة، متى هذه دورات تكون موجودة. مرات الشخص يحجز دورات أو يخطط ياخذ دورات حتى في أماكن ثانية، ويكتشف في النهاية أن أوريدي هاي الدورة أنا أقدر أخذها هني، وقبلها بفترة جميل الواحد يخطط أساس ينظم حتى من وقته. مستمعينا هذه فقرة السوشيال ميديا، طبعا بنطلع فاصل وراجعي لكم، خلكم ويانا. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. أذكركم بأرقام التواصل ويانا 600-551-4414 والرسائل النصية على 4006. حياكم الله. طبعا الموضوع اللي ذكرناه في بداية الحلقة اليوم اللي هو بخصوص النظر، اللي هو قصر النظر لدى الأطفال، طبعا كثير يمكن يعتبره كشيء صعب أن الواحد يكتشف إذا طفلة عنده هذه المشكلة أو لا، أو يقولك الطفل يمكن ما يخبرني أو ما يتلاحظ عليه تدني مستوى دراسي، أو يمكن الطفل قاعد جدام فأوريدي يشوف يعني اللي محطوط له على اللوح الدراسي أو كذلك ما يتلاحظ عليه. بس مثل ما قلنا لكم الفحص خاصة خلال السن الثالثة يساعد كثير في اكتشاف إذا كان الطفل عنده قصر نظر ولا لا. وطبعا في ناس كثيرة تتساءل بخصوص الفحص الطفل، يعني نحن ككبار يمكن طريقة الفحص أنه في إشارات معينة بحروف معينة يقدرون يعرفون كم القصر النظر عنه. الأطفال كذلك لهم رسومات معينة أو أشكال معينة تناسب عمر الطفل لاكتشاف قصر النظر عند هذا الطفل. وطبعا الاكتشاف المبكر يساعد كثير الطفل من ناحية مستوى دراسي، من ناحية أنشطة كذلك، سواء الأنشطة في المدرسة أو حتى الأنشطة في البيت. يساعد كثير كثير في التفاعل مع اللي حواليه كذلك. وطبعا الواحد يراعي من ناحية استخدام الشرائح الإلكترونية أو الكمبيوتر أو التلفزيون. نحن عارفين الحين أن معظم الأشياء قامت تكون عن بعد أو حتى دراسة عن بعد، فنحدد أوقات معينة لاستخدام هذه الأجهزة، والأوقات الثانية الطفل يمارس فيها أنشطة خارج، حتى ما أقولكم خارج المنزل أو خارج
المكان اللي قاعد فيه، منها كنشاط للطفل أساس ما يتعود ويكون عنده هذا الجهاز أو هاي الأجهزة الإلكترونية كشيء إلزامي أن يقعد عليها طول اليوم وما يتحرك وما يكون مع الجميع. هذا ما بس فقط لقصر النظر، هذا كذلك لشخصية الطفل وتطورها وتفاعله مع الأشياء اللي حوالي. الأشياء الثانية كذلك جسمانيا ونفسيا، كذلك هاي الأشياء كثير تأثر. طبعا حتى لو كان الموضوع يمكن نقدر نقول بسيط، أو أن الأشخاص يمكن أي شخص يقول لا مع الوقت باخذ بيسوي الفحص وبعطيه، بس المبادرة بالعلاج من البداية وايد تساعد، خاصة هذه الأعمار الصغيرة. طبعا هذا بخصوص موضوعنا لليوم بخصوص قصر النظر. مواضيعنا الثانية بخصوص اليوم طبعا بنتكلم في فقرة التغذية عن الأغذية اللي تساعد على النوم والاسترخاء. طبعا هذا الموضوع جدا مهم، يمكن نعكسها أكثر، الأغذية اللي تساعد على نشاط الجسم، بس طبعا نقدر نقول أن نشاط الجسم كذلك متعلق بالنوم والاسترخاء. ناس كثيرة تقول لك أنا ما أقدر أنام بسرعة، أنا أخذ وقت لين ما أنام، أنا أشرب شيء معين مثل الشاي أو القهوة أو المشروبات الغازية أو المشروبات اللي تحتوي على نسب سكر كبيرة أو أنواع من العصائر، وهذه الأشياء تأثر فيه وما تخليني أنام. بس إيش معنى ناس وناس ما تأثر فيهم، أو كذلك شو فايدتها أو أضرارها كذلك للجسم إذا طبعا قلت فترات نومي واسترخائي. طبعا ويانا الأستاذة سهى نوفل اختصاصية التغذية السريرية بهيئة الصحة في دبي، وبتكلمنا أكثر عن هذا الموضوع. صبحك الله بالخير أستاذة سهى. صباح النور والسرور عليك وعلى جميع مستمعينا. حياك الله ويانا. حيو الدومي. طبعا اليوم موضوعنا جدا مهم، وهو يتكلم عن الأغذية اللي تساعد على النوم والاسترخاء. يمكن المستمعين يقولون ليش ما بالأغذية اللي تساعد على النشاط والطاقة، بس كل طبعا هذا مرتبط في بعضه. إذا نمت بطريقة صحيحة واسترخيت بطريقة صحيحة، هذا كله بيعطيني يوم ثاني بنشاط وبحيوية أكثر. فحابين نتكلم أكثر عن هذه الأغذية. أكيد طبعا زي ما تفضلتي حضرتك، بالتأكيد الأغذية اللي بتساعدني حتى على النشاط حيكون لها أوقاتها، والأغذية اللي بدي إياها للإسترخاء والنوم اللي هو فيما بعد زي ما حضرتك تفضلتي النوم الصحي المفيد اللي بالساعات نسموها، أو حتى يعني كثير من الدراسات تطلق عليها المعيار الذهبي لساعات النوم، واللي هو من 6 إلى 8 ساعات لما أنا أحصل عليه ويكون نومي مريح وباسترخاء تام، هذا أيضا بجدد للنشاط ثاني يوم. فلو اتطرقنا لبعض الأغذية اللي بتساعدني على النوم بشكل مريح والاستغراق في النوم، هي أهمها الأغذية اللي بتحتوي على هرمون الميلاتونين بنسميه. هاي الهرمون يتواجد في بعض الأغذية أكثر من أغذية أخرى، وهاي بنحرص على تناولها خاصة الناس اللي عندها نوع من الأرق، وأحيانا كبار السن لكثرة تناولهم لبعض الأدوية بيصير عندهم نوم غير مريح. هذا ننصح دائما انهم يتناولوا بعض هذه الاغذيه، مثل عندنا الجوز واللوز، هاي من المكسرات طبعا غير المحمص اللي مش مضيوف له الملح. لو تناول الانسان ما يقارب 30 جرام من هاي المواد، هاي فيها نسبه عاليه من المغنيسيوم، بتقلل من هرمون الاجهاد والنشاط اللي بنسميه الكورتيزول، هذا معادل النوم، هذا بالعكس هرمون نشيط. فانا لا بدي الهرمون اللي بيساعدني على تنظيم النوم واللي بتواجد في الجوز واللوز، بالإضافة زي ما حكينا للمغنيسيوم، فيهم فسفور، صوديوم، في هاي العناصر كمان بالإضافة للبوتاسيوم بتساعد على ارتخاء العضلات، وبالتالي أنا بحصل على نوم مريح، العضلات عندي مسترخية مريحة. برضو عندي من الأغذية اللي بتساعدني على النوم أو بتساعد على بتحفز هاي الهرمونات، عندي الكرز الأحمر، يحتوي على كميات من الميلاتونين. التوت نفس الشيء، هاي كلها بتنظم الدورة الدموية، بتنظم عندي دورة النوم. لو حكينا من المشروبات،
عندي من المشروبات اللي ممكن تساعدني اللي هو كاسة حليب خلينا نحكي دافية قليلة الدسم، ما بحط عليها سكر أبيض نهائيا، بحاول دائما إني أحط السكر، بحاول أحط عفوا العسل، لأنه العسل فيه مادة الميلاتونين وهاي برضو بتساعدني على النوم والاسترخاء. ممكن برضو بعض الناس يتناولوا كوب دافي مع عصرة ليمون وملعقة عسل، هاي برضو بتهدي الجسم وبتحس عندي على النوم. هاي بشكل عام بعض الأغذية اللي ممكن أنا أحاول أتناولها قبل النوم للناس اللي ممكن يسبب عندها بعض الأرق. أستاذ سهى، في ناس تعتمد أن قبل النوم مباشرة تفضل تتناول الطعام عساس يسهل النوم، أو نقول مثل نثقل وننام، فهل هذا الشيء يعتبر صحي أو أن يأثر في النوم الجيد؟ لا، هلا حتى لو الغذاء عندي يا مفيد، الأغذية في أطعمة كثير مفيدة مفيدة ومغذية، لكن مواعيد تناولها هي اللي حتأثر عندي بعدين. يعني الكربوهيدرات مفيدة، البروتينات مفيدة، الفواكه مفيدة، لكن إذا أنا تناولتها قبل النوم حتى لو بساعة حتعطيني ممكن نتائج صعبة شوي، لأنها ممكن تأثر عندي على الهضم. صحيح. تعمل عندي عسر هضم، تعمل عندي غازات، بعضها ممكن يسبب لي الحرقة. فهسه يعني أوكي هي أغذية مفيدة، لكن صار لها تأثير على النوم بشكل سلبي، أخرت لي موعد نومي، عملت لي إزعاج في النوم، نوم متقطع، فإذا أثرت علي بقى أنا لازم أحاول قدر المستطاع قبل بثلاث إلى أربع ساعات تكون آخر وجبة أنا أتناولها، مش قبل بساعتين، لأنها في أجسام عندها أصلاً الهضم مش سريع. صحيح. بالتالي بيأثر عندي على النوم فيما بعد. ونفس ما ذكرتي أستاذة سهى، يعني حتى لو كانت الأغذية هذه صحية بس أثرها كذلك، يعني بتسبب لي حموضة، بتسبب لي غازات، فحتى النوم ما بيكون نوم جيد أو نوم عميق، يعني خلال النوم بحس بهذه الأعراض كلها حتى لو كان الغذاء صحي ومناسب لي. بالضبط بالضبط. طبعا بالإضافة لبعض المشروبات دكتورتي الفاضلة. صحيح. يعني عندي في ناس مش كل الناس ما بتتأثر في شرب القهوة والشاي، في ناس بيحكي لك أنا بشرب بروح بنام، ما مزبوط، لكن القاعدة العامة هاي المشروبات فيها كافيين، والكافيين بيأثر على النوم. يعني إحنا سواء كان من الشاي، من القهوة، من المشروبات الغازية، خلينا نحكي حتى الناس اللي لازم تشرب، إحنا ننصحش فيها نهائيا المشروبات الغازية، لكن حتى هاي برضو بدها وقت كافي، أو خلينا نحكي يعني في بعض الناس مش أقل من ست ساعات بدها لبين ما يتنظف الكافيين من جسمها، فهذا أيضا بيأثر عندي على النوم. صحيح. وبخصوص كثرة شرب الماء، يعني ناس وايد بتقولك أنا قبل النوم بشرب كمية من الماء بدل ما أشرب المشروبات اللي تحتوي على الكافيين، فشو أثره كذلك على النوم؟ ما هو هون عاد هون الماء، لما إحنا من البداية بنقول للناس اشرب الماء خلال اليوم كامل، لما أنا آجي بدي أركزها قبل ما أنام بساعة، سواء كانت ماء أو بطيخ أو حتى يعني الفواكه اللي فيها نسبة ماء عالية، أنت هيك لو حتى أنت قبل البداية لما أنا باخذ بركز الماء في وقت معين، أنا هيك خليتها تطمع وما أحصل على السايد اللي أنا بديها لجسمي بشكل عام، ما حصلت الارتواء اللي بده يكون خلال اليوم كامل، فما بالك لما تكون قبل النوم. يعني هاي بتسبب لي لحالها أرق، فإنه الإنسان مهما كانت المثانة بتتسع، لكن حيضطر إنه يقوم ويروح على الحمام، فبالتالي بصير عندي النوم متقطع. صحيح. هذا بحد ذاته كمان بيعمل لي أرق، لأنه مش كل الناس بترجع بتنام بسهولة، وكم مرة الواحد بده يصحى. فإحنا حتى للأطفال بنكون نحكي للأم لا خلي شرب السوائل قبل، كبار السن خلي شرب السوائل قبل بفترة كافية، لأنه هدول بيحتاجوا كمان الحمام بشكل أسرع وبشكل أكبر، لأنه المثانة صغيرة بتكون عندهم. فعشان هيك دائما دائما شرب المي، شرب المي من أول ما الواحد يصحى من النوم يكون يبلش فيه بالتدريج على طول اليوم، يحصل على احتياجاته الكافية من المي وما يركز السوائل في فترة معينة، وخاصة فترة المساء أو فترة الليل. صحيح. وهاي نقطة جدا مهمة أستاذة سهى كذلك، نحن ذكرنا سواء الأغذية الصحية أو كذلك الماء، طبعا هذه الأشياء جدا مهمة، بس توقيتها نفس ما ذكرتي جدا مهم، متى أخذها وكذلك كميتها،
يعني مو بأن الشرط أن الشيء الصحي أو لازم أكثره في فترات معينة. الاعتدال طبعا جدا مهم من كل النواحي. نعم نعم بالتأكيد بالتأكيد. هذه النقطة. أستاذة سهى، كلمة أخيرة توجهينها لجمهورنا ومستمعينا خلال هذه الفقرة. طبعا للجميع إن شاء الله نتمنى لهم نوم صحي نوم مفيد، وزي ما حكينا العادات الصحية للنوم هي عادة جدا مهمة. العادات اللي بتأثر على النوم ضروري نتبعها، نتجنب السوائل في آخر اليوم قبل النوم، نتجنب الأغذية اللي بتخليني باستمرار أصحى وما أحصل على نوم هني، والمسترخي اللي هي زي ما حكينا المشروبات الغازية، السوائل بكثرة، الموالح. دائما نحرص على غذاء صحي منوع خلال النهار، بعض التمارين الرياضية خلال النهار، كلها ممكن بالنهاية تأتي تنعكس على هرمونات جسمي في الداخل، وأحصل على نوم صحي ومفيد يعمل لي نشاط وحيوية في اليوم التالي وراحة في التفكير في الجهد البدني في جميع أنشطتي اللي راح تكون خلال اليوم الثاني. كل ما أنا أحصل على نوم صحي يبقى حياتي الاجتماعية، حياتي المهنية، حياتي الفكرية في اليوم الثاني راح تكون صحية بإذن الله. صحيح. وأسعد الله صباحكم جميعا. وصباحك أسعد. الأستاذ سهى نوف الاختصاصية التغذية السريرية بهيئة الصحة في دبي، شكرا لك. مستمعينا، كانت هذه فقرتنا بخصوص فقرة التغذية لليوم، وتكلمنا فيها عن الأغذية اللي تساعد على النوم والاسترخاء، وتطرقنا سواء للأغذية وكذلك للمشروبات، لأن هذا كله ينعكس على صحة جسمنا، وطبعا النوم له دور كبير لصحة الجسم. كل ما خذ الواحد نوم بشكل كافي كل ما كان يومه في نشاط أكثر، استرخاء أكثر، ويكون حتى إنجازه أكثر. مستمعين، هاي كانت فقرة التغذية، بنطلع فاصل وراجع لكم. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. أذكركم برقم التواصل 600551414، وعلى الرسائل النصية 4006. حياكم الله وياني. طبعا فقرتنا السابقة تحدثنا عن الأغذية اللي تساعد على النوم والاسترخاء، وتعرفنا على أهمية النوم الكافي وأثره كذلك. طبعا نكمل على نفس الموضوع في هذه الفقرة، وطبعا أثر تحسن النوم والاسترخاء وأهمية تنظيم ساعات النوم كذلك، والحصول على قسط كافي من النوم، يعد من الأمور المهمة اللي تساهم بشكل كبير في حماية سواء العقل والصحة بشكل عام، وخاصة لأبنائنا الطلبة ممن يحتاجون للنوم الجيد لتعزيز قدراتهم التعليمية والحصول على قدر كبير من التركيز في الفصل الدراسي. وللحديث عن هذا الموضوع يسرنا يكون ويانا اليوم عبر الهاتف الأستاذة أمينة مال الله، مثقف صحي بقسم التعزيز والتثقيف الصحي بهيئة الصحة بدبي. صبحت الله بالخير أستاذة أمينة. صباح الخير دكتورة عائشة، حياك الله ويانا في البرنامج. أحييك وحيي مستمعين الكرام، وأرحب فيهم في الموسم الجديد لبرنامج صحة وسعادة. حياك الله ويانا أستاذة أمينة. طبعا اتطرقنا للنوم وأهميته، وكذلك الأغذية اللي تساعد على النوم، وطبعا هذا نقدر نقول لجميع الأعمار، بس خلال هذه الفقرة نحن حابين نركز أكثر على الطلبة، وخاصة أهمية نومهم خلال فترات راحتهم وخلال فترة الليل بالتحديد، فحابين نتعرف أكثر عن أهمية النوم الجيد للطلبة. صحيح، نحن نعرف دكتورة أن انتهت الإجازات وبدأت الأسر عام دراسي جديد. صحيح. ومع بداية العام الدراسي يسعى الطلاب بكل جد واجتهاد للحصول على أكبر حصيلة من المعلومات لاجتياز السنة الدراسية بنجاح وتفوق. وفي الحقيقة أن للأسرة دور كبير، ويقع عليها يمكن العبء مثل ما يقولون الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب ومتابعتهم من النواحي الصحية والجسمية والنفسية والاجتماعية، واللي تساعدهم على تحقيق النجاح. ويمكن واحدة من أهم الأشياء اللي تأثر على صحة وسلامة طلاب المدارس واجتيازهم العام الدراسي بنجاح حصولهم على القدر الكافي من النوم.
تشير الدراسات الحديثة أن السهر يؤثر سلبياً على ذكاء الأطفال واستيعابهم، في حين أن النوم المبكر يساهم في زيادة مستوى ذكائهم وقدراتهم الذهنية والإدراكية. بالتالي دكتورة، للنوم أهمية كبيرة وفوائد كثيرة للحفاظ على صحة وسلامة الطالب. صحيح. النوم الكافي يساعد على زيادة التحصيل العلمي، يقلل نسبة الغياب عن المدرسة، يقلل الشعور بالنعاس خلال اليوم التالي، ويقلل الاضطرابات الهضمية والغذائية المرتبطة بقلة النوم واللي تسبب بعض المشاكل الصحية مثل السمنة وغيرها. صحيح. النوم الكافي إذن ذو أهمية كبيرة خاصة بالنسبة لطلبة المدارس. صحيح، وذكرتي أشياء كثيرة كذلك، يعني تركيز التحصيل العلمي، يعني تركيز خلال اليوم، هاي الأشياء جدا مهمة وخاصة لطلبة المدارس أو للطلبة سواء في جميع الفئات العمرية. نرجع لي بالنسبة للنوم، ما هو احتياج أو مقدار أو ساعات احتياج الطلبة للنوم خلال اليوم؟ الحقيقة ما في عدد ساعات ثابتة تناسب جميع الأفراد حتى وإن كانوا بنفس الفئة العمرية، لكن يمكن تقريب عدد الساعات. مثلا نقول الطلبة من عمر 6 إلى 12 سنة يحتاجون حوالي 9 إلى 12 ساعة نوم تقريبا، والطلبة مثلا من عمر 13 إلى 18 سنة يحتاجون إلى 8 إلى 10 ساعات نوم تقريبا. وإجمالا ثبت علميا أن أكثر الطلاب والطالبات يحتاجون كحد أدنى حوالي 9 ساعات من النوم ليلا لنتجنب النوم في الفصل أثناء النهار. ونرجع نذكر هو يختلف من شخص لآخر، ولكن يفضل أن لا تقل عدد ساعات النوم عن 9 ساعات من النوم في الليل. ممتاز، وهذه نقطة جدا مهمة ذكرتيها أستاذة أمينة بخصوص أن تختلف من شخص لشخص، يعني كذلك أو من فئة عمرية لفئة عمرية، ما بشرط، يعني في ناس تحذر تحسبها بالضبط 8 ساعات، بالضبط 8 ساعات، إذا ما نامها بالليل بيتعوض بينامها بعد الظهر، بس في أطفال يمكن أو في فئة عمرية أو يعني فئة معينة نومها يكون أقل عن المستوى الثاني لفئة ثانية، أو قدرتها أن يعني بالنسبة لساعات نومها، ومع هذا يكون تحصيلها الدراسي ممتاز وكذلك تركيزها خلال اليوم ممتاز، فحتى هذه الساعات ما تأثر فيهم. وأشكرك أنك ذكرتي هذه النقطة حتى بداية قبل ما تذكرين الساعات لكل فئة عمرية، وهذا الشيء جدا مهم. طبعا بخصوص النوم المبكر للطلاب، فحابينك تكلمينا أكثر نرجع نعيد هذه المعلومة ذكرتيها، بس حابين نرد نعيدها مرة ثانية أساس تذكير الأهالي كذلك بها بأهمية هذا الشيء. نعم، النوم المبكر دكتورة يساعد جسم الطالب على النمو السليم. نحن نعرف أن فيه هرمونات للنمو تفرز أثناء النوم، وهي المسؤولة عن الحفاظ على صحة الطالب والوقاية من الكثير من الأمراض. يساعد النوم المبكر أيضا على زيادة القدرات العقلية للطالب مثل ما سبق وذكرنا، ويزيد من قوة التركيز والاستيعاب والفهم والحفظ والتعلم. صحيح. يساعد أيضا على تحسين الحالة النفسية والمزاجية للطالب، ويمنع ظهور التوتر والعصبية خاصة خلال فترة الامتحانات. يساعد أيضا على تنشيط الجسم، وبالتالي يساعد الطالب على أداء الأنشطة اليومية بكل نشاط وتركيز بدون الشعور بالتعب والإرهاق من أقل الأشياء. يساعد على تنشيط خلايا المخ وجهاز العصبي لدى الطالب، ويزيد من سرعة البديهة والإدراك الصحيح والسليم لكل ما يحدث حوله ويقال، وبالتالي إصدار رد الفعل المناسب. وأخيرا يساعد على مكافحة السمنة، لأن حصول الطالب على قدر كافي من النوم يساهم في تنظيم عمليات الأيض والهضم والامتصاص، وبالتالي على الحفاظ على الوزن المثالي. ممتاز. أستاذ أمينة، حابين نعرف تأثير قلة النوم على الطلبة. نعم، كما أن النوم المبكر يوفر النشاط والحيوية لليوم الدراسي التالي، ففي المقابل قلة النوم يؤثر سلبيا على صحة الطالب. تظهر عليه علامات شحوب الوجه والشعور بالنعاس طول اليوم، تقلبات المزاج، صعوبة التعلم والتذكر والتفكير الجيد. تأثير قلة النوم أيضا في زيادة احتمالية الإصابة بالحوادث عند ممارسة بعض الأنشطة الحركية أو حتى القيادة بالنسبة للطلبة الأكبر سنا. صحيح. كطلبة الجامعات وغيرهم. أيضا تسبب قلة النوم في زيادة احتمالية الإصابة بالأمراض نظرا لضعف المناعة الناتجة من قلة النوم، هذا بالإضافة إلى فقدان الشعور بالحماس وزيادة الوزن، وختاما ضعف الثقة بالنفس طبعا بسبب قلة النوم. صحيح، وهذه جدا مهمة، يعني حتى نفسيا يتأثر الشخص إذا نومه كان أقل وخاصة الطلبة.
بالضبط. في ناس كثير أستاذ أمينة يمكن تعطي العذر أن لا الطالب يذاكر في فترات طويلة ويقلل ساعات نومه أساس يعوض ويذاكر بكمية بفترات أطول أساس يعني يجتهد أكثر ويحصل على درجات عالية، فهذا له أكيد شيء عكسي بالنسبة للطالب. أكيد طبعاً قلة الحصول على النوم ما يساعده على التركيز، ما يساعده على الإدراك، وبالتالي يأخذ وقت أطول في الدراسة على حساب ساعات النوم. فإذا هو أخذ كمية كافية من النوم يساعده على التركيز والإدراك بشكل وايد أسرع. صحيح. ما يحتاج يأخذ فترات طويلة في المذاكرة والدراسة. صحيح. وحتى استرجاع المعلومة إذا كان عنده ثاني يوم امتحان، إذا كان مركز سهل أن يسترجع المعلومة ويذكرها في الامتحان، على عكس الشخص اللي يكون سهران فترات طويلة حتى استرجاع المعلومة تكون بالنسبة له جدا صعبة. طبعا نحن حابين نعرف بخصوص النصايح خاصة للطلبة اللي تساعدهم على الحصول على نوم هادي أو أن يساعدهم كذلك على النوم المبكر. صحيح. عند الحديث عن النوم دكتورة، من المهم الالتزام بالساعة البيولوجية للجسم، بمعنى لابد من النوم مساء والاستيقاظ صباحا حتى لا يسبب أي اضطراب يؤدي إلى الأرق. ومن أهم النصائح للحفاظ على نوم هادئ اللي هو اللي مثل ما ذكرت زميلتنا أخصائية التغذية الاختصاصية، الانتباه، الابتعاد عن شرب المنبهات مثل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والقهوة والشاي، خاصة بعد الساعة الرابعة مساء أو في الفترة المسائية بشكل صحيح. تجنب تناول المأكولات الدسمة قبل النوم، لأنه ممكن يسبب مثل ما ذكرت أيضا أختنا أنه بعض الاضطرابات في النوم. أخذ غفوة في وسط النهار بس على أن لا تكون أو لا تزيد عن 30 دقيقة. من المهم الانتهاء من الواجبات المدرسية قبل حلول المساء حتى لا يضطر الطالب للسهر. نعم. من النقاط المهمة جدا والمنتشرة للأسف جدا استخدام الهاتف والأجهزة الذكية، من المهم صحيح. عدم استخدامها قبل النوم لأن هذا يسبب تنبيه الدماغ وبالتالي يؤثر على النوم الهادي. للأشخاص اللي يمارسون التمارين الرياضية في فترة المساء نقول يجب عدم ممارسة أو أداء تمرينات رياضية قبل النوم مباشرة. طبعا خلق بيئة نوم مريحة وبدرجة حرارة مناسبة مهم جدا، وأن تكون الإضاءة في غرفة النوم خافتة حتى تهدي الأعصاب وتسترخي العضلات استعدادا للنوم. مهم طبعا إزالة التلفزيون مثل ما قلنا أو أي أجهزة إلكترونية من غرف نوم الأطفال. وأخيرا من المهم جدا الانتباه أن لابد من المحافظة على نظام النوم العادي أو الاعتيادي مثل ما نقول حتى في عطلات نهاية الأسبوع حتى لا تضطرب ساعات النوم أو نظام النوم بالنسبة للطلاب. صحيح. وهذه نقطة كذلك جدا مهمة أستاذة أمينة، يعني نلاحظ أن يعني خاصة على يوم الأحد يمكن الطالب على يوم السبت بعده نومه متأخر يكون، وحتى أن ينش الصبح شوي يكون متأخر على أساس أنه كان في فترة إجازة نهاية الأسبوع فتغير استغيرت ساعات نومه. فهذا شيء مهم أنك ذكرتي هذه النقطة أن حتى في نهاية الأسبوع الواحد يكمل على نفسه الروتين من ناحية النوم خاصة النوم المبكر للطلبة. في نقطة كذلك طرحتيها أستاذة أمينة بخصوص التمرينات الرياضية قبل النوم مباشرة، يمكن كثير منا يخطر على باله أن بالعكس التمرينات الرياضية يمكن تعطيني صح نشاط في الجسم بس تعطيني بعد تعب في الجسم وتساعدني أني أنام باسترخاء أكثر. صحيح. لا، التمرينات الرياضية مثل ما ذكرنا قبل النوم مباشرة ممكن تؤدي إلى نشاط ذهني أكثر وبالتالي يؤدي إلى أن النوم يكون مش منتظم أو مش نوم عميق اللي هو المطلوب خلال الليل. وبالتالي اللي يمارسون مثل ما قلنا الرياضة فترة المسائية يفضل أن يكون قبل النوم بفترة تكون كافية أن ما تؤثر على النوم الهادئ. نعم. بالنسبة للأجهزة الإلكترونية كذلك ذكرتي أن تأثر سلبا على النوم خاصة لطلبة المدارس، ومن ناحية التلفزيون إذا كان موجود في الغرفة يفضل أنه ما يكون موجود في الغرفة أو يتغطى أو ما يتشغل خلال النوم، فكيف يعكس هذا الشيء بطريقة سلبية على النوم خاصة للطلبة؟
للأسف الأجهزة الإلكترونية الحديث فيها يعني متشعب وكبير دكتورة، ويحتاج لها وقت، وأنا عن نفسي أتوقع أنها تحتاج محاضرات كثيرة. صحيح. تأثيراتها السلبية عديدة، ابتداء من تنبيه الذهن والقلق اللي تأثر له، عدم الانتباه لساعات طويلة. للأسف أصبحت الأجهزة في أيادي الكبار والصغار، يعني الحديث عن النوم بالنسبة للأجهزة الإلكترونية بالذات ما يخص بس طلبة المدارس أو طلبة الجامعات، وحتى الموظفين وحتى كل الناس اللي يحتاجون ساعات نوم عشان يبتدون يوم ثاني بنشاط وحيوية وتركيز، يحتاج نوم كافي. هاي الأجهزة أصبحت تلهي الإنسان من برنامج لبرنامج، من مسج للمسج، ما ينتبه لنفسه إلا وأخذ الوقت واستوت الوقت فوق الساعة واحدة ولا ثنتين وهو مش منتبه. صحيح. يضطر إنه نهار ثاني يقوم لممارسة حياته الاعتيادية والتزاماته الحياتية، غير عن الإشعاعات اللي تصدرها خاصة في فترة فلت الظلام. يعني من أسوأ الأشياء أن الإضاءة خافتة والإشعاعات والإضاءة الصادرة من الأجهزة هاي، وكيف أنها تأثر على النظر. فمثل ما قلت لك، التأثيرات الأجهزة الإلكترونية مش بس أنها تقلل ساعات النوم، وتأثر أيضا على الأعصاب والذهن والنظر، ومشاكل صحية عديدة جدا هي روحها تحتاج لها حلقة كاملة دكتورة. صحيح. إن شاء الله. يعني نتمنى أن أولياء الأمور يبتدون بنفسهم، يكونون قدوة لأبنائهم، والأبناء أيضا خلاص فترة ساعة النوم يكون الأجهزة مغلقة، يفضل تكون على الصامت وبعيدة عن وضع ومكان النوم، على أساس الإنسان يدخل في النوم وما في أي شيء ممكن يقلقه أو يأثر على اضطراب النوم. صحيح. ويمكن نحن نحط في بالنا أن هذه البرامج يمكن تساعدنا على النوم السريع، بس نفس ما ذكرتي بالعكس، يعني يمكن نفتح على برنامج نقعد فيه، نفتح على برنامج ثاني وما نحس بالوقت تماما هذا اللي مر، اللي هو وقت طبعا مهم، سواء وقت نوم أو أقدر أسوي أشياء ثانية بعد كذلك مهمة لي، فالوقت يمر وما يكون، يعني نتفاجئ. يمكن هذا شيء شخصي حتى أنا صادفته، أني أتفاجئ أن استوت الساعة 12 أو 1 الفجر وأنا على نفس البرنامج. فطبعا قلل من ساعات نومي، نشاطي اليوم الثاني فيه اختلاف كبير، نومي سواء نمت متأخر، والنقطة الثانية كذلك ما يكون بالطريقة نوم الأريحية أن كان نوم عميق، بالعكس يتقطع، لأن شوية أخفي وشوية أنش أشيك مرة ثانية عليه. فهذه نقطة جدا مهمة خاصة للناس اللي حط في بالها أن بالعكس هاي الأجهزة يمكن تساعدني على النوم، بالعكس هذه الأجهزة يمكن تأخرني عن النوم أو حتى تأثر في من ناحية نومي وطريقة نومي خلال فترة الليل، أو حتى الناس اللي على الشفتات حتى فترة نوم النهار. أستاذ أمينة، كلمة أخيرة توجهينها لمستمعينا خلال البرنامج. أتمنى الصحة والسلامة للجميع، وأتمنى أن الكل ينتبه لنقطة ساعات النوم الكافية لها دور وايد كبير في كيف أنا في اليوم الثاني بتفاعل، سواء لأداء التزاماتي الحياتية أو مزاجي أو حتى تغذيتي في اليوم الثاني، وبالتالي كل تفاصيل حياتنا في اليوم التالي يعتمد على عدد ساعات نومنا، وكيف إذا كان النوم مريح أو في حالة أرق أو نوم متقطع، وبالتالي نبتدي نضع لنفسنا مثل ما نقول خطة صحية تبتدي من النوم إلى باقي أنماط الحياة الصحية اللي نتعامل بها خلال النهار، وبالتالي إن شاء الله نعيش حياة صحية ابتداء من أنفسنا، ونشجع الآخرين في المحيط اللي ويانا، وأتمنى الصحة والسلامة للجميع. شكرا للأستاذة أمينة مال الله، مثقف صحي بقسم التعزيز والتثقيف الصحي بهيئة الصحة بدبي. شكرا لك. شكرا دكتور. طبعا مستمعينا، اليوم كانت مواضيعنا تتعلق بالنوم وأهميته، وكذلك أهمية تنظيم ساعات النوم. طبعا بالنسبة للموضوع اتطرقنا صح وركزنا على طلبة المدارس، بس يأثر على جميع الفئات العمرية، سواء الصغار وحتى الشباب، الكبار، كبار السن. طبعا النوم له نفس ما ذكرت الأستاذة أمينة كذلك أهميته ودوره، سواء
للطلبة وسواء لكافة الأعمار. طبعا كلنا نلاحظ يوم يكون نومنا عميق في الليل ماخذين قسط كافي من النوم، كيف اليوم الثاني يكون عندنا بخصوص نشاطنا، إنتاجنا، تركيزنا خلال اليوم. بالنسبة للطلبة كذلك، كيف يكون تركيزه، كيف يكون إنتاجه، كيف يكون تحصيله العلمي وقدرته أن يكمل يومه الدراسي بدون تعب وإجهاد، يعني حتى يوصل البيت بعده في نشاطه المستمر، قادر يركز بخصوص الحصص كلها. تحصيل الدراسي كذلك مهم. طبعا هذا الشيء ما بقصة أن ساعات دراسته، يعني يدرس فترات طويلة ويسهر، بس هذا كذلك يأثر على اليوم الثاني، سواء تركيزه في الحصة، سواء تركيزه في الامتحان، يقدر ياخذ المعلومة أو يسترجع المعلومة إذا كان تعبان، ولا طبعا إذا كان ماخذ قسطه الكافي من النوم. اتطرقنا الموضوع مهم كذلك اللي هو الأكل اللي يأثر على النوم ويعطيني راحة أو استرخاء ويساعدني على النوم، والأكلات الثانية اللي بالعكس تنشطني وتعطيني طاقة وطبعا تأثر على نومي خلال هذه الفترة. واليوم الثاني طبعا يكون طاقتي تكون أقل عن اليوم اللي قبله. طبعا الناس كثيرة تعتبر أن بالعكس بمارس الرياضة قبل النوم على طول على أساس تهديني، يتعب جسمي وأرقد على راحتي، بس نفس ما طرقت الأستاذة أمينة، بالعكس تعطيك طاقة أكثر وما تخليك تنام على طول، فيفضل أن نمارس الرياضة قبل 3 إلى 4 ساعات من نومنا. وكذلك الغذاء، حتى لو كان الغذاء صحي بس بيعطيني آثار خلال النوم إذا كليت وعلى طول رقت، مثل الحرقان، في ناس يكون عندهم، في ناس تزيد الغازات عندهم فيأرق نومه. كذلك شرب الماي، الماي صحي ومهم لكل الفئات العمرية، بس كذلك نتطرق أن نشربه خلال اليوم، ما أركز بس فقط لفترة الليل قبل ما أرقد أني أشربه وأركز في كميات كبيرة أشربها خلال الليل، بالعكس ما بيعطيني نوم هادي أو نوم جيد خلال الليل. طبعا مستمعينا هذه كانت فقراتنا لليوم، أشكر طاقم العمل وياي في الإعداد حسني البلاونة، وفي التنسيق ميرا القفلي، وفي الإخراج سعيد المر. موعدنا إن شاء الله باكر وياكم على نفس التوقيت 10:00 لين 11:00 في برنامج صحة وسعادة، ودمتم بصحة وسعادة. محدثتكم الدكتورة عاشة البسطي. صحة وسعادة.